من جهته أكد الخبير العسكري عياد الطوفان في تصريح لبرنامج الثامنة أن الحكومات المتعاقبة أسست أهرام الفساد والميليشيات والسلاح المنفلت، مضيفا أن على الكاظمي تفليش تلك الأهرامات لإعادة بناء الدولة وهيبتها. أنا أعتبرها الخطوة الأولى على طريق استرداد الدولة العراقية من اللادولة. نعم، خطوة الألف، رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ولو هذه الخطوة بدأت باستحياء في مدينة البصرة التي تعتبر العاصمة أو الكنز لكثير من الميليشيات والأحزاب، وأيضا في بغداد التي هي معتقل المنظومة السياسية الموجودة التي شكلت لنا عدة حكومات قادتنا بالسوء والفشل من عام 2003 ولحد لهذه اللحظة. طيب، حكومات ستة، الحكومات الثلاثة الأولى أسست لنا ثلاثة إهرامات: إهرام الفساد، وإهرام الميليشيات، وإهرام السلاح المنفلت. الحكومة التي تلتها غضت الطرف وتعامت وتناست، ولكن الأمر يعنيها، وساعدت بهذا العدد لا أبالية على كثير من الأمور السلبية الأخرى. ثم جاءتنا الحكومة الخامسة التي أتاحت العراق للجميع بطريقة ما موجودة من تاريخ العراق الحديث عام 1921 ولحد الآن. ثم جاءت حكومة الكاظمي. المطلوب منها الآن في هذه المدة الزمنية القصيرة هي تهديم وتفليش هذه الاهرامات العظيمة التي جرى عليها 17 سنة. طيب، من اعمارها كما يسمونهم هم، تفليشها بمواد بسيطة، الفاس والعصا واخره.